مساء الخير مساء الخير يا هلا من معنا معك عماد جاد الله يا هلا اخوي عماد ومعاك الفنان سمير غانم نحب الاول شيء نرحب بالفنان الكبير سمير غانم بلد الله. الثاني الكويت الله يخليك والحقيقه احنا سعداء جدا بشوفتك واحنا من اشد معجبينك حقيقه يعني شكرا وخليني احب اقول لك هالشغله احنا بنضحك بس يذكر بس يذكر اسم سمير غانم امامنا مش بس نشوفه على التلفزيون هذا دليل على انك انسان فنان كوميدي فعلا يعني واحنا كل اعمالك متابعينها يا استاذ سمير الله يخليك حقيقه عندي سؤالين لحضرتك تفضل بتمنى تجاوبني عليهم بصراحه طبعا اول سؤال وهو هل في تفكير بعمل عمل مشترك بينك وبين السيد عادل امام واذا ما في تفكير شو السبب هو انا اشتركت عملت فيلمين مع ثلاث افلام تقريبا لا بالوقت الحالي انا بالوقت بخصر. الحالي هقول لحضرتك هو جت مرة أنا كنت من من خمس ست سنين كنت سهران مع عادل في إحدى الحفلات وبتاع ف وببقه قال لي تيم تيجي نعمل مسرحية يا سمير أنا وأنت وقال حتى الضحك قال لي نعمل مسرحية أنا وأنت ونقعد بعدها في بيتنا بعد كده فأنا ضحكت قلت له لأ يعني أنا بالعكس أنا يعني برحب جدا بأي فنان بأي نجم معايا أه سواء عادل إمام أو غير عادل إمام لأن أنا الناس دي معايا على المسرح بتديني شحنة أكتر يعني. فليه لأ؟ ممكن تتكتب مسرحية لي أنا يعني وعادل بس هو المشكلة في الكتابة. المؤلف اللي يقدر يعمل سكة العادل وسكة ليا مع بعض. بحيث يبقوا الاتنين تقريباً متوازيين يعني. يعني نفهم إنه في في مشكلة بالبطولة مثلاً؟ لأ ما فيش هنا مشكلة في البطولة إطلاقاً. بس طبعا يعني بلا شك يعني عادل هيشوف دوره وانا هشوف دوري اذا لقيت دور عادل امام احسن من دوري طب إلي اللي خلينا أنا اشتغل انا دوري طب ما اشتغل دور عادل امام او عادل امام يشتغل دوري او انا اشتغل دوره واشتغل دوري شغل دوري ونجيب حد يشتغل دورنا وندور <applause> <applause> نعم طيب السؤال الثاني احنا طبعا كلنا شايفين انه الفنان محمد الهنيدي اقتحم الساحه الفنيه بقوه محمد هنيدي مش الهنيدي عفوا محمد هنيدي محمد هنيدي أو. اوكي اقتحم الساحة الفنيه بقوه و... وتمت مقارنته بالفنان عادل امام هل أو. هي مجرد حمله اعلانيه عشان محمد الهنيدي يوصل بسرعه مثلا ليش ما تمت مقارنته بسمير غانم مثلا يعتبر سمير غانم من الفنانين الكوميديين الاولى بمصر وبالعالم العربي هل لانه السيد سمير غانم او الفنان سمير غانم له تيب خاص ما حدش ممكن ينافسه فيه ربنا يخليك يعني اذا كان ده رايك انا أحترم انا هذا رايي بس انا حابب اسمع رايك يعني هو انا يعني بعتبر نجاح هنيدي نجاح لنا كلنا بلا شك يعني بالعكس الساحه تتقبل ألف ألفين كوميديان يعني بس هو نجاحه السريع ده بيشكل خطوره عليه هو جامده قوي قوي يعني لأنه هو حتى هو بنفسه مذهول يعني نعم من النجاح النجاح اه فهي هي اراء مختلفه على على نجاحه يعني طبعا الاراء اختلفت بس هو اللي بيزعلنا انا الحقيقه انهم يحطوه مقارنه بفنان كبير, كبير زي عادل م. امام له تاريخ وافلام وبصمه نعم بيرعوا لسه هنيدي ما عملش حاجه ده م. فيلم او فيلمين فالنجاح النجاح الكبير ده ده حلو حلو للسينما وحلو يعني خلى كل المنتجين والمخرجين بيعيدوا ترتيب اوراقهم تاني الساحه حصل لخبطه يعني هو اللي بتاع الصغنن ده نعم وانا بعتبره فطوطه عمل <applause> عمل قلبه لذيذه نا. يعني نعم فربنا يوفقه طبعا ويستمر فيها وهيطلع هيطلع ناس ثانيه هيطلع ناس ثانيه والساحه بحاجه طبعا بحاجه طبعا نا. بلا شك ايضا معنا احد الاخوان في خارج الاستديو اهلا وسهلا فيك مساء الخير مساء الخير يا هلا من معنا من اخت ناديه يا هلا فيك يعطيك العافيه اتعرف عليك اذا ممكن محمد عايد يا هلا اخوي محمد تفضل معك الفنان سمير غانم حياك الله الفنان القدير سمير غانم الله يخليك وانا من اشد المعجبين في فنك الراقي شكرا يا اخي محمد والذي نتمنى له الثبات والرقي الى الامام ان شاء الله أمام. أه سيدي الفاضل بغيت اسالك سؤال بس صدق. أه هناك مثل قائل لكل جواد كبوة آه. فما العمل الذي قام به سمير غانم في حياته الفنيه في حياته الفنيه واعتبره كبوه واعتبره كبوه هو انا هقول آه. انتهى السؤال آه. شكرا. هو آه يعني وانا كنت دايما اقول ايه اقول ان أنا اي عمل بعمله انا مسؤول عنه نعم سواء فيلم نجح او ما نجحش ما دام انا عملته انا مسؤول عنه ممكن الفيلم يبقى مش حلو لكن دوري انا في الفيلم انا مقتنع بيه وحلو انما هي في عمل انا زعلت قوي من نفسي فيه وكانت ظروف خارجه عن ارادتي آه العمل ده تم يعني زي ما تقولي ايه انا انضحك عليا يعني او خدعت اسمه مسلسل اسمه مرفوع مؤقتا من الخدمه كنت انا والفنانه جهان نصر وكانت الدكتوره فكره الدكتور على سرحان وكاتبه نعم. عم الاستاذ عمران لان وقتها كنت مزنوق متورط بعمل فوازير في احدى القنوات الفضائيه فكان العملين مع بعض فديت ثقه كامله للمخرج وكل ما اكلمه يقول لي ما تقلقش اقول له بس في مشاهد انا قلت ما تقلقش بالظبط هذا اقول له طب هنا لو حطينا لا ما تحطش ما تقلقش ونزل المسلسل وقلقت <تصفيق> <تصفيق> كانت <أه> آه يعني هي <applause> لا يعني اصل ايه والمو... يعني خانوا خانوا التفكير يعني نعم. انت مسلسل وفي سمير غان الناس تحب تتفرج على سمير غان في المسلسل نعم. كانت تيجي الحلقات ابص الاقي نفسي مشهد واحد في الحلقه وأحداث أنا لا أعرف حاجة عنها ولا اعرفش اتكتبت إزاي بقول لحضرتك المسلسل ده خدعة نتهيألي نعم. اتكتب في إسرائيل ما كتبش <applause> ضحك علينا يعني أستاذ سمير غانم طبعا تتكلم عن أمور خاصة بكاميرا التلفزيون فما علاقتك فيها؟ هل تحب أن تجد نفسك أمام كاميرة التلفزيون أم تفضل المسرح على كل هو شيء؟ هو أنا طبعا المسرح بيتي نعم لان بحس الحريه فيه نعم. الحريه والانطلاق بتعبير وبتغد... الحركه بتعبير الحركه مظبوط نعم. وبتاخد راي الناس وقتها م. وقتها ما, بست... ما تستنيش بعد الفيلم بتستني شهر شهرين تلاته نعم. لما تشوف راي جمهورك في المسرح وقتها واول يوم بعرض المسرحيه بتتحدد مصير المسرحيه نعم. هل دي هتبقى ناجحه او مش ناجحه يعني كل ما لك طب نصلح نعمل لا 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 مهما صلح ما عمل من اول يوم بيبان في بقى حاجات رتوش تتحط ان من اول يوم يبان لا دي هتبقى حكايه حقيقي فالمسرح جميل السينما شيك شيك يعني النجوميه فيها شيك حقيقي يعني وكل فنان يتمنى ان يبقى نجم سينما بلا شك يعني انما ما هياش الاساس بس طبعا ليها شكل تاني السينما سينما الموفي موفي ستار يعني الكلمه بتتقال يعني والمسلسلات التلفزيونيه المسلسلات التلفزيونيه دي بقى يعني دي الاكله الشعبيه بقى لذيذه يعني ضرورية تل... لكل فنان ضروري يعني خلاص بقى التلفزيون يعني ما فيش نجم سينما الا مشت... بدا تلفزيون او رجع تلفزيون بل المسرح دلوقتي اتجه نجوم السينما الكبار للمسرح لان السينما خفت نعم. فالمسرح هو السوق الماشي حاليا والفرق آه قطاع الخاص بابهار وانتاج نا. دلوقتي انتاج المسرحيه بيتكلف الملايين عندنا دلوقتي انتاج المسرحيات اه نا. يعني تيجي حضرتك في الصيف تجد أكتر من 30 مسرحيه شغاله ومعظمهم تقريبا شغالين نا. فالسينما المسرح اساس، السينما نجوميه تلفزيون عادي جميل نا. يعني بقى في كل حته دلوقتي والقنوات الفضائيه كمان زادت الحكايه قوي يعني اذا التلفزيون أساسي. الشعبي تلفزيون بيت, بيت اللي هو البيت أكلة البيت يعني والسينما شيكا شيك اه والمسرح المسرح الأساس الأساس معنا مكالمة هاتفية من المملكة العربية السعودية ف ما شاء الله <applause> أهلا وسهلا بأهل السعودية ألو ألو أهلا وسهلا من معنا؟ السلام عليكم وعليكم السلام, السلام ورحمة, ورحمة الله وبركاته كيف حالك؟ أهلا وسهلا أتعرف على اسمك الفنان شاكر الصفان من المملكه العربيه السعوديه المنطقه الشرقيه. اهلا وسهلا فيك والله يا اهلا فيك مساء الخير. يا مساء الخيرات ممكن اكلم الاستاذ سمير غانم؟ انا تحت امرك تفضل. ازيك يا استاذي؟ ازيك انت يا باشا؟ عامل ايه؟ انا ما عملتش حاجه خالص. فطوطه <applause> <فتوتا> وبس؟ فطوطه <applause> <فتوتا> وبس. <applause> بس في رمضان يعني عامل لنا فطوطه؟ ان شاء الله في رمضان ان شاء الله حتشوف فطوطه. عفوا استاذي في سؤال يراودني من زمان. تفضل بخصوص ان سمير غانم ليش ما يعمل المسلسلات الدينيه مثلا هارون الرشيد عمر بن عبد العزيز هو يعني مش ليه انا ما اعملش مسلسلات دينيه المسلسلات الدينيه ما شاء الله ليها ممثلينها كتير كتير وعظام واساتذه فانا يعني ما اقتحمش المجال ده وهم اساتذه فيه يعني يعني فأنا في سكة تانية غير السكة دي بس يعني إنما هارون الرشيد أنا عملت هارون الرشيد في مسلسل في الفوزير بس بشكل كوميدي يعني نعم يمكن الأخ ما كان معنا في الصورة لأن فعلا الفنان سمير غانم ذكر بأنه لا يحب أن يقدم الأعمال اللي هي جد والواقعية والتراجيدية آه و... يعني اصل ليها فيه؟ ناس نعم لا وليها ناس نعم موجودة انما الكوميديا شيء غالي جدا مش اي واحد يضحك نعم مش أي واحد ممكن طبعا يضحك وفي ناس تعتبر نفسها الكوميديا ب... أصعب طبعًا من نعم. طبعا البسمة شيء غالي جدا في العالم مستوى العالم كله يعني نعم أليس من الصعب أضحك الجمهور في الوقت الحاضر الجمهور بقى يعني صعب شوية آه هو طبعا الجمهور كمان بيتطور يعني نعم. من كتر ما بيشوفوا بيتفرج والديش موجود في, كل... في كل بيت فبيشوفوا على مستوى العالم فمش اي حاجه تضحكوا يعني لازم حاجه جامده كده جميله تضحك نعم, نعم في مكالمه من الامارات العربيه المتحده اهلا وسهلا في اهل الامارات الو يا, هلا بيكي اهلا حبيبتي تفضلي اسمحي نكلم الاستاذ سمير نعم تفضلي السلام عليك عليكم استاذ سمير عليكم السلام يا سيدي انا اول مره في حياتي اتصل في برنامج اشارك فيه يعني علشانك بس الله يخليك احنا الحين بالامارات يقعد عندنا بتلفزيون عجمان مسلسل اسمه عوضين وامبراطوريه عين آه, اه 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 يعني رائع يعني الله يخليك وبعدين انا حابه اقول لك يعني فكرني بانك ممكن تكون مستر بينز الشرق شكرا بس كويس انك قلتيني للمسلسل بيتعرض عندك لان المنتج لسه ليا فلوس عنده كل ما اقول والله اقول له فلوس يقول المسلسل مش عارف ابيعه لا دي أول شهادة أنا هسجلها وأروح له ربنا يا رب يعرف حفوش. عندنا الظهر كل يوم على عجمان خلاص هقول له اسأل حضرتك اسمك إيه؟ أم سيف أم سيف خلاص أقول له اسأل أم في عجمان ورائع صحيح, صحيح أستاذة يعني ربنا يخليك مادام ضحكتي خلاصي احنا بنهنيك عليه وبنرحب بيك ونتمنى تزورنا بالإمارات يعني الله يخليك إن شاء الله حاضر إن, إن شاء الله شكرا حبيبتي أم سيف شكرا السلام عليكم وعليكم السلام, السلام. آه شكرا فعلا هل هناك في مشاكل مالية تحدث؟ المنتجين يعني في منتجين يعني انا بطبيعتي طيب مع يعني فاضل قسط است قسطين مش مشكله وقت ما يبقى جاهز انما في ناس بقى بتسوق الحكايه دي وانا اذكر حادثه مع الفنان عادل امام عملنا فيلم انا وهو كان المنتج مريض بالقلب او بيتمارض ما نعرفش فكنا كل ما نيجي نكلمه على القسط في بقى دفعات بتغني على طول له فيه أقول له سيبه يا عادي يقول قل... سيبه نس... يفوت اسبوع يجي معادلة مع والله اول ما كنا البحيوة. لحد ما الف... الفيلم خلص الفيلم خلص واحنا خدنا زومبا مفيش حاجه يعني لا ما خدناش ولا نعرف راح فين سافر اه والله فكل ما اشوف عادل نقعد نتع... كل ما اشوف عادل اقول <applause> طبعا مواقف كثيره، عادل آه امام ماذا تجمعه؟ لا عادل عادل حكايه، عادل في الطبيعه بره كمان موضوع تاني يعني نعم من من الفنانين فعلا؟ من اشهر المواقف نعم مع الفنان عادل امام ان لما كنا عاملين الثلاثي انا وجورج والضيف الله يرحمه نعم كان عندنا حفله في مدينه طنطا بتتزع الهواء وكان عاملها كان ساعتها الاستاذ جلال معوض هو اللي ماسك اضواء المدينه وكنا رايحين نقدم سكتش دكتور الحقني موتو فالضيف وقتها كان عنده فيلم في اسوان ولازم نطلع الحفله دي على الهوا في في طنطا بالصدفه قابلنا عادل يعني بالصدفه انا وجوج قابلنا عادل ما اعرفش كان فيه قلت له عدول الله يخليك احنا في ورد قال ايه في ايه قلت له هتيجي معانا حفله قال طب اعمل ايه قلت له ما ايه هتقبض طيب وقتها احنا كنا بقى ما فيش قال والله طب اجي طول الطريق في العربيه نحفظه هنقول دكتور الحقني وكنت تموت ويا حلوه وصلنا الحفله اولا متاخرين نعم. وعلى الهوا سامعين الراديو طول السكه وفقرات بتنزل قبلنا وبيكون شويه يعلنوا في انتظار ثلاثي أضواء المسرح الحفله كانت معموله في في ساحه كبيره شادر وجمهور بقى مفتوحه يعني مفيش تذاكر ولا حاجه العالم كله ما كانت مناسبه ايه كده وعالم وعلم بقى وفلاحين على ما عرفش ايه وبتاع وكابسين على المسرح في يعني يعني واحد واحد حط وشه على الستيج على راسه مزعج وما شاف حاجه المهم طلع عادل وابتدى بقى انا ومش مش ضحكت ما نطقتش منظر عادل وهو بيقول دكتور <applause> مندمج قوي وشغال وكي. وبعدين فجاه لقيته بيعمل برجله تحت كده ببص لقيت الراجل اللي واقف ده كل شويه عاوز يقلعه الجزمة. ليه؟ عاوز ياخدها عجبته لن كل برضه في الزحمه آه، آه، في الزحمه ومش فاهم حاجه وعجبته الجزمه بتاعت عادل فك الرباط والتاني شغال دكتور حقنه ويعمل له كده لحد ما بصيت انا شفت الراجل و... وما عملناش حاجه وعلى الهوا وبنضحك كلنا حتى جبنا الاستاذ جلمع وقال كده في ايه؟ قعد قال له في ايه الراجل هياخد الجزمه مني <هدل> وانا <هدل هدل> واخد ايه عشان الجزمه لو المخرج يحط اي شيء يعني اي مال بس نضحك شويه فيه مالك طردت ليه؟ ولاحه ولاحه ترارارا شعللها شعللها ترارارا ولاحة ولاحة ترارا شعللها شعلل يا اخوي مالك ما دي المصائل اللي بتسمعوها ولع شعلل ولع شعلل ولع شعلل اي انا فوقي ساح سيدتي طيب هلوس غيابة. ماذا عن هذا المسلسل؟ أنا مش عارف مسلسل إيه ده الحقيقة مش فاكر. الفنانة جيهان نصر. جيهان آه. نعم. اظن ده ساعة صفا اعتقد ها؟ أه؟ ساعة صفا؟ لا لا, لا ساعة صفا ده برنامج <applause> اه امال <وما الجهال> <applause> انت النكتة بتاعت عادل امام لخبطت الدنيا <تصفيق> <تصفيق> هي تركت الساحة جهة نصر ولكن تزوجت آه نعم. بس سايبة بصمة جميلة جدا نعم. يعني انا في رأيي لو استمرت جهان نصر على الساحة كانت هتبقى القمة لان نعم كان عندها كل مقومات النجوميه هي نعم خفه الدم الجمال الاداء الكويس نعم وبعدين تدخل القلوب على طول يعني وهي بتمثل اه تحس انها قريبه منك نعم وعلى المسرح بقى كمان انا يعني طورتها جدا على المسرح ولو حتى المسرحيه انا والنظام هو كان نعم موجوده تشوفي شغلها فيه حلو قوي وهي كانت في بهلول كمان نعم هناك مكالمة من دولة قطر ألو ألو يا هلا مرحبا أهلا حبيبتي تفضلي شلونك نادية تمام الحمد لله نسلم عليكم مساء الخير أستاذ سمير مساء النور يا ستي شلونك؟ الحمد لله شلون أستاذ في الكويت؟ جميلة جميلة جدا إنزين أنا عندي سؤالين تفضلي ودي أعرف شنو تنصح الفنان المبتدأ اللي توه بادي يعني في التمثيل والسؤال الثاني ايش رايك في الفنانين الخليجيين؟ انت اسمك ايه؟ اسمي ريم ريم؟ ايوه بالميم؟ اه ريم ريم, ريم. آه. ايه وتعال طيب. بسالك ايش رايك في غانم سليطي؟ اه هو يعني بصراحه عشان اكون صريح انا ما شفتوش يعني ما ما شفتلوش اعمال بس سمعت عنه حاجات شوقتني جدا ان انا اشوفه و. واشوف اعماله لان حس يعني من الكلام اللي سمعته عليه حسيت انه فنان عظيم وفنان قدير وفنان انسان كمان يعني فانا في شو وانا عارف ان هو بيعمل مسلسل كبير قوي حاليا ان شاء الله انا هشوف نعم فعلا احنا نشكر ريم على اتصالها وايضا نكمل سؤالها لماذا لا تفكر فعلا استاذ سمير ان تكون لك هناك اعمال مشتركه مع اخوان لك في المجال الفني في الخليج انا اتمنى هذا نعم. يعني انا هو بقول اتمنى هذا بالعكس 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 ده شيء اولا يعني اولا هيبقى فيه تجديد ليا انا نعم. يعني ما مع فنان خليجي وخاصه لك جمهور يعني جمهور يعني انا طبعا من من مشجع ومحبي قوي الفنان الاستاذ عبد الحسين عبد الرضا يعني متابعه من زمان من من الكوميديانات الممثلين الحلوين يعني اللي اللي يخشوا القلب كده وتقتنع بيه على طول في اداءه هايل يعني فانا متابع على قد يعني متابعتي لان نعم. طبعا معظم الاعمال دي ما بتجيش عندنا نعم. في القاهره يعني اذا كنت اشوفها الصوت في فيديو او عند صديق ليا في بلد عربي فكانت الانسه بتسال ايه النصيحه اللي انصح بيها اي الممثلين نعم. انا في بدايه في البدايه آه اللي بيمثلوا لاول مره يعني في بدايه طريقهم انه ما يمثلش انا بقى ولسه حلو حلو الكلام على اساس نقف قليلا عندما عند هذه الجمله آه هل فعلا ندمان لانك ممثل؟ لا اطلاقا ابدا؟ بالعكس ده انا سعيد وفخور بنفسي ان انا ممثل اذا لماذا تنصحهم بال لا انصح ان ما تبقاش دي مشكله لان بيبقى الانسان اللي بيبتدي عايز يمثل انا بقابل ناس كتير بقابل شباب كتير سواء بنات او شباب بيجي وحطت في دماغه ان هو لازم يبقى ممثل ولابد يبقى ممثل نعم. لان الساحه كترت قوي وبقى في حاجه دلوقتي اسمها نقابه الممثلين ما بقاش اي واحد يقدر يمثل مم. وبقى الممثل عندنا له شروط ومؤهلات معينه مم. عشان يبقى عضو نقابه فالمسائل دلوقتي اتحددت يعني فانا بقول يبقى في طريقه سواء في المدرسه او في الجامعه او يكمل طريقه العادي ويسيب حكايه التمثيل دي كجانب نعم. يجرب حظه فيه اذا نجح ده نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى نعم. ما نجحش يتجه الى الطريق اللي هو ماشي فيه بس ما يحطش دي في مخه إنها ده في ناس انا بشوفهم ما بيناموش مستعدين يضحوا باي شيء عشان نعم. يبقى ممثل منحبهم يمكن منحبهم بس وفيهم ناس بيبقى ممثل فاشل جدا بس انا ببقى محرج اقوله يعني محرج اقوله بس هو مقتنع انه هو خلاص مقتنع ما فيش ويقول له شفتني بشوف بقى الحتة دي أنا أغني يعني يعني خجلان أقول له بلاش أنت يعني فبخلص أقول له روح المعهد روح المعهد قدم إذا أخدوك وخلاص فيعني هو النصيحة اللي أنا أنصحها فيها لكل شاب عاوز يمثل أو في بنوتة حلوة عايزة تمثل إنها ما تحطش ده الطريق الأساسي بتاعها نعم. يعني تاخده بالزاويه المضبوطه لو تدخل معهد معهد تمثيل او معهد السينما يعني في معاهد دلوقتي متخصصه نعم. للحكايه دي انما بيروحوا المعهد وما بينفعوش وبيطلعوا برضو حاطط في مخه نعم هي, هي, هي عموما موهبه وهيك بالفطره يعني ممكن واحد يكون بيحب التمثيل وعنده قدرات شخصيه بتساعده الفنان سمير غانم لو لم تكن ممثل لماذا كنت يعني انا زي ما قلت لحضرتك يمكن في الاول بغاوي قوي اه ضابط بحريه نعم. بحار بالذات بالذات يعني احب قوي ركوب المركب احب قوي نعم. لبس البحريه يعني بحس انهم البحريه مثلا غير طيران طيران عظيم جميل نعم. وانا قدمت فعلا في كليه البحريه قبل كليه الشرطه نعم. ونجحت في جميع الامتحانات ما نعم. عدا البصر النظر اه عندي نعم. ستيجماتزم فقالوا لي نعم. يعني دي تصق وتيجي السنه الجايه فما رحتش بقى يعني نعم فا كنت وقتها بقى نحب الفرقه الموسيقيه اللي بتطلع دي نعم اللي بيغنوا ثلاثه بالجيتار ويغنوا لو لم تكن ممثل لكنت كنت أحب. حاجه من دول بقى نعم، سنتكلم قليلا عن حياتك الشخصية والزوجية بعد أن نشكر أصحاب البكاء الجميل هذا الورد الذي وصل لك من إخوان لك في المسرح، مسرحية حكم الحاس هنا في الكويت. يا أهلا وسهلا بيرحبوا أهلاً فيك بطريقتهم وإن شاء الله الورد يكون عجبك. لا جميل وشكرا جزيلا وتمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح إن شاء الله. ان شاء الله سمير غانم ماذا عن حياتك الشخصيه كما نعلم جميعا بان الفنانه ايضا القديره دلال عبد العزيز هي زوجتك مدى التفاهم بينكما وخاصه انكما يعني فنانين بنفس المجال, بنفس المجال هو طبعا يمكن انا الحمد لله عندي حته يعني ذكاء شويه في الحكايه انا الاول كنت رافض حكايه الجواز دي نهائي ما كنتش في حياتي افكر ان انا حتزوج فقلت انا عايز اعيش للفن كده وخلاص اه فده قدر بيحصل فجاه يعني ما تعرفوش بيحصل ازاي فحصل اني تزوجت خلاص ما دام تزوجت واجمل حاجه في الزواج الاطفال انا اساسا بحب الاطفال يعني من جوايا عشق كبير للاطفال فببقى عامل نوع من التفاهم يعني كزوج وزوجه يعني لما الاقي المسائل أزمت بيني وبين دلال وهنتخانق اطلع على طول ليه لا اصلي ما فيش وقت الواحد يكبر المسائل ما فيش وقت الواحد يازم هي بتشتغل وانا بشتغل نعم واتكلموا كتير وقالوا سابوا بعض وقالوا طب كنا نقرا الأخبار الاخبار دي وافوت انما حاليا الحمد لله في تفاهم كامل واستقرار جميل واهم حاجه عندنا الانسات بقى دنيا وامل دنيا وامل آه. ربنا يخليهم هل الفنانه دلال عبد العزيز تاخذ رايك في اعمالها؟ اه تاخد رايي بس مخها ناشف يعني كزوجه بتاخد رايي نعم. انما اللي في مخها تعمله ست. حتى لو رفضت يعني حتى الست فبدي فبقى... ساعات تاخد رايي ساعات انا اقول رأي قبل العمل نعم. او مع الشركه اللي هتشتغل فيها اولاد دول ناس كذا وكذا بس ست مخها مش ممكن مالها no. لا سوري اه صح انا, <applause> أنا... <applause> مخها ناشف جدا لازم اللي بمخها تعمله حتى لو حصلت مشاكل بس تنفذ المخ انما تيجي تاخد رايي ولا بقول انت بتضيع وقت يعني انت بتضيع وقت لان رايي مش هتعملي بيه بس, بس يمكن بقى هي قويه شخصيه يعني اه شخصيتها قويه جدا و و وبتفكر كويس قوي وفي شغلها ما شاء الله يعني في رمضان ده هتشوفوا لها اعمال جامده جدا حلوه نعم. قوي وحاليا هي بتعمل مسرحيه جميله مع ال فنان يحيى فقراني <نبت> دلوقتي اه وربنا يوفق ست ان شاء زريف. الله ننتقل لازل. الى ايضا الشارع الكويتي والمكرويف معنا الاخت اهلا وسهلا مساء الخير مساء الخير حبيبتي مساء الخير مساء الخير عزيزتي تفضلي أه الو آه أيوه. اتعرف على الاسم اذا ممكن نوال باهر يا هلا نوال ومعك الفنان سمير غانم ممكن احكي اهلا نوال مرحبا مرحبا بك شلونك الحمد لله شو اخبارك تمام يا سيدي ان شاء الله مرتاح الحمد لله طبعا أه بغيت اسالك أه ما في اغنيه آسف سوري بغيت اسالك ما هو اخر اعمالك الفنيه وبغيت اسالك أه اخر مصرح اخر مسرحيه <applause> بص يا نوال انا هقول اخر مسرحية؟ <applause> لا بغيت اسالك يعني غير مسرحية بهلول بهلول آه في <applause> اسطنبول أه أيوا أه أه ايوه غيرها شو هل في عندها مسرحيات ثانيه؟ ايه هذا السؤال اللي بغيت اساله وفي سؤال ثاني بعد طيب بغيت اسالك كم <applause> 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 عمرك؟ انا؟ ايه 91 <applause> <وتسعين> الحمد لله <applause> <واحد> وتسعين. 91 91 سنه نوال الصوت انقطع عموما مشكوره معزع. مشكوره يا نوال فهي اخر اعمالي اللي هو المسلسل وبعد نعم. مسرحيه جديده نعم آه ان شاء الله في الصيف القادم و وبجهز طبعا لمسلسل تلفزيوني ان شاء الله اخراجه الاستاذ محمد عبد العزيز نعم دي المسلسلات ولكن المسرحيات آه بعد المسرحيه بجهز للمسرحيه الجديده ان شاء الله هل في عرض بس ما استقرناش على الاسم لسه بعد بعد رمضان؟ آه طبعا على الصيف على الصيف على إن رمضان ما في عرض مسرح نعم عموما شكرا لنوال على اسئلتها ونعود ايضا الى حوارنا متى تحزن فنان سمير غانم انت دائما تضحكنا آه. آه. انا عموما بطبيعتي بره شو تلاقيني هادي وساكت كده يعني حتى ساعات ناس تقول ايه مالك بتاع. بس دي الطبيعة يعني نعم. انا بحزن لما في الغدر يعني لما حد يغدر بيا ازعل قوي قوي ابقى انا طيب معاه وثقتي كبيره ويغدر بيا ازعل منه او او احزن حقيقي يعني كيف يبدي الزعل عليك يعني ماذا تفعل؟ آه بيبان في صوتي بيبان في وشي ما ببينوش قدام الناس يعني آه. بس بيحصل لي بقى معده تتعصب القولون آه. يتنرفز وحاجات فظيعه يعني آه ما هي الصفه المش حلوه في سمير غانم؟ الطيبه زياده عن اللزوم يعني اه وعندي ثقه كبيره في الناس على طول كده في هذا الزمن اه في هذا الزمن ودي غلط اه يعني لازم ابقى حريص يعني <applause> <بصدق تصفيق> <applause> ومتيقظ باسمه اه بس ربنا الحمد لله بينجيني يعني الحمد لله نعم هناك في فيلم جاهز لمشاهدته ومن ثم العودة إلى الدقائق الأخيرة من وقت برنامجنا حوار النجوم أكيد فيلم <applause> أعتقد يعني مش أكثر من كده هل هناك في بالك فيلم سينمائي يكون هذا الفيلم يبقى مع الزمن للفنان سامي آه العالم. آه. في الافلام الكوميدي اللي عملناها في الاول اللي هي اغبياء لكن اذكياء انا وعدنا انا بعتبره نعم. احلى الافلام الكوميدي اللي اتعملت في الساحه لغايه دلوقتي نعم في كم فيلم كوميدي عملته اخراج الاستاذ محمد عبد العزيز برضو علامات مميزه في جنس ناعم نعم. في الصيف لازم نحب كانت من الافلام عالم عيال عيال مع اني كنت عامل شوط واحد في الفيلم ده فدي نعم. برضو من الافلام الكوميدي اللي ما بتتكررش دلوقتي وما بتتعملش نعم. دول برضو علامات في هذه افلام يعني آه. قمت بالتمثيل فيها, فيها آه. ولكن في المستقبل هل في إنش بالك إنش آه طبعا طبعا نعم. في بالي في بالي يعني وفي فيلم يعني فكره فيلم بيجهز دلوقتي نعم. انا قالوا لي طب ما تنتج انت انا ما بعرفش حكايه الانتاج دي يعني, يعني ممكن عشان انتج لنفسي فيلم ليه لا لم تفكر في لا بالك. لا 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 ما بحبهاش هل بس لديك؟ بس في بالي كده فكره ان شاء الله هعملها ان شاء الله ان شاء الله هل لديك مشروع تجاري؟ لا ما بفهمش في الحكاية دي خالص ولا بتفكر تعمل مشروع تجاري؟ ما ما بعرفش حاجه كيف تضمن مستقبلك؟ آه يعني المستقبل ده بيد الله طبعا بس بحاول طبعا ان انا بقدر الامكان ان انا اعمل حاجه يعني آه فكره مشروع يعني بس بدرسها نعم. كويس يعني مشروع مطعم فول لا <تضحك> لا صحيح اصل الفول ده الفول والكشري شغالين جامد قوي قوي لا فعلا بتفكر في مطعم يعني انا بفكر فعلا في ريستوران مطعم بمزاجي اه واوكل الناس على مزاجي اللي عاجبه ياكل ياكل مش عاجبه ان شاء الله ما هتسميه ايه؟ مطعم سموره هعمل منه فرع هنا في الكويت ان شاء الله <تصفيق> <تصفيق> ان شاء الله ليش لا أه لو سالنا الفنان سمير غانم من احب الناس الى قلبك أه طبعا بناتي احب الناس الى قلبي نعم. اولا يعني وبعدين طبعا وزوجتي دلال طبعا اهلي دول يعني اخويا واختي وكل دول من احب الناس الى قلبي أه يعني كتير او بس ببتدي بدول الاول يعني نعم كم علاقتك هل هي قويه يعني بالاهل والاصدقاء؟ اه قوي قوي اهلي, أكتر, أهلي ليس اكتر ليس ليس لسمير غانم اعداء؟ أه اكيد لازم يكون لي اعداء بس فين هم بقى؟ وانا <applause> لا فعلا هل تعتمد على عضلاتك انا عمري انا لا 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 ولا عضلات ولا حاجه فيش ناس صحتك شايفه ده كله سويتر انا جوه مفيش حاجه خالص على, على فكره يعني ده برضه يمكن رايي انا الشخصي اراك لا تطيق البدله لبس البدله دائما تلبس الكاشوة اه يعني البدله بحس بخنقه نعم يعني عندي البدل كتيره بلبسها في التصوير بس في الفوازير في البتاع انما بره لا نعم. بتبقى صعبه يعني الا اذا كنت معزوم لريسبشن بقى السواري وبتاع اه عند السموكن وعندي الطعم الحاجات دي وبتاع بس ما بصدق ارجع البيت واقلع لا تطيق لا تطيق آه القيود اه اه, آه بالضبط ما احبش الخنقه اه كيف تتحمل الحياه الزوجيه اذا؟ لا ما انا وضبت الحياه بطريقة انا <applause> <applause> ما انا مجنون اسيب الحياه لا يعني وزنتها وعملت بقينا سمنه على العسل خلاص فيش الحمد لله مش حدش يقدر ده يفتح بقه معايا نعم. يعني هي يوم عليها تضربني امشي على بره البيت على طول الفنان سمير غانم كيف تنظر الى الحياه أنا بنظر إلى الحياة بتفاؤل كبير على طول <applause> آه عندي تفاؤل كبير قوي والأمل في ربنا سبحانه وتعالى إنه دايما يبقى جنبي معايا بيسندني في حاجة كتيرة قوي و... ويا رب ان شاء الله اللي جاي بقى احسن كمان من اللي فات. ان شاء الله, إن شاء الله. اخر سؤال من الشارع الكويتي من الاخوان في المكروف. ده آه ترافولتا ده؟ ترافولتا مش كده؟ <applause> <applause> والله ترافولتا <هو. تصفيق> اهو. معانا الاخت <applause> آه سامعتني؟ نعم. آه مساء الخير. مساء النور. برد برد وايد برا؟ يعني شوي. آه معانا الفنان سمير غانم هذه الليله وعندنا دقائق آه معدوده. تحبين تسالينا سؤال؟ والله كان سؤالي بالنسبة لثلاثي أضواء المسرح نعم. كان هديك الأيام كتير لفت نظر العديد من الناس ولهلأ يعني تلفت نظره فكنت بدي اسأل ليش ما يحب إنه يعيد المحاولة مرة تانية ويكون فرقة جديدة تخصه بنفس النظام وبنفس الفكاهة والضحك اللي كانت لأنها كانت تعتبر استعراضية فكاهية غنائية يعني كانت شاملة هو أنا شكرا على السؤال عشان الوقت ضيق اوعدك ان انا هعمل كده <applause> <applause> شكرا يا يو... طبعا وعد من الاستاذ سمير غانم آه بس هل ممكن فعلا استاذ سمير يعني بعد المشوار ده وال ازاي ارجع يرجع وما ما في صعب ان الواحد يرجع آه. طبعاً. لكن ايضا في سؤال اخر اهلا وسهلا آه. فيك اهلا فيكي إيه؟ تفضل آه، الخير مساء الخير كيفك استاذ سمير كيفك ترافولتا حبيبي الله يخليك والله يا استاذ سمير نحن من المعجبين بفنك الله يخليك وبنعرف انه حضرتك فنان مسرحي قدير يعني شكرا فبدي اسالك اكثر شيء بنضحك لما بتقلد المراه اه فهل هو تقليد المراه صعب لهالدرجه ولا شو رايك مثلا لا انا بقلد المراه لحبي في المراه فبنضحك جدا طبعا <applause> هو كم مسرحية أنا عم... مسرحيتين يمكن عملت فيهم حكاية الست دي بس آه... عملت ست نورمال مش طبيعية يعني مجنونة كده وحاجة كده وتقليد الستات اتعمل كتير يعني بس أنا خلاص ما... يا مرة مرتين يعني بس. ممكن نطلب التقليد مثلا الراحلة ماري منيب آه مثلا ماري منيب كان في زي ماري منيب ممكن تتخلدها ولا صعب؟ انا ما قلتهاش بس يعني هي ليها جمل معينه كده يعني اخسع عليك يعني ليها ليها طريقه كده ومشيتها وبعدين بقى يعني ده الستايل بتاع ماري هل بس انا عمري ما قلدتها يعني هل عندما تود ان تؤدي مثل هذه الادوار كيف تحفظها وكيف ترى نفسك في بعيش في الشخصيه يعني نا. كنت مثلا في حلقات الفوازير قبل حلقه مثلا الاستاذ عبد الوهاب البس الطربوش والنضاره والبدله عشت في عبد الوهاب كذلك حلقه فريد الاطرش مم. كنت اخد سكه فريد على طول وهو ايوه حاضر نعم يعني ببتدي اهيئ نفسي طول الحلقه كده عبد الحليم على طول غلبان و... وال الايدين اللذيذه دي والعالم اللي هو عايش <applause> اللي عايش فيه عبد الحليم يعني ايه؟ نعم محمود شكوكو اسماعيل ياسين عملت كل انت ناسي من معتنى قبل نهايه البرنامج ان تغني <applause> آه أن تغني غني اقول لا دلوقتي طب انت حضرتك سبتي نمر تليفونات البرنامج سيبي بقى بالمره نمر تليفونات الاسعاف والمستشفيات <applause> <applause> انا هغني هقول يعني مش بغني بس هقول حاجه بمناسبه والتحيه للبرنامج العظيم ده والمسؤولين وحضرتك والمخرج وكل اللي عاملين في الاستوديو بقول لهم <applause> حلوين من يومنا والله وقلوبنا كويسه وبقدم احلى فرحه ومعاها ميت مسه اه يا ليل طول شويه عالصحبة الحلوة دي الغالي علينا غالي الغالي آه وكفايه كده لان المستشفى دلوقتي اتصل لا والله الاداء يعني ممتاز <applause> <والله شوي. تصفيق> وفي النهايه ماذا تقول لجمهورك في الكويت وفي كل مكان في الوطن العربي انا بقول لجمهوري الكويت آه شكرا على حسن استقبالكم لنا وللمسرح وبشكر كمان الشركة المنتجة اللي ادتنا الفرصة ان احنا نقوم بهذا العمل هنا في الكويت وبشكر كل اهل الكويت الحلوين دمهم خفيف اللي اسعدونا احنا في الزيارة القصيرة دي اللي ان شاء الله هتتكرر تاني ان شاء الله كلمة حب لمن تقدمها الفنان سمير غانم كلمة حب أقدمها لكل إنسان يعني بيأدي عمل بحب إنسان مخلص في عمله نعم آه إنسان ما يغدرش بحد أهم حاجة آه أهم حاجة بقول له يعني حبيني قد ما تقدر يا حبيبي القلب القريحة دلوقتي بقت <تصفيق> <فللي>. <تصفيق> اشكرك كل الشكر اتمنى ان تعود الى مصر بالسلامه وان تعاود الزياره ان شاء الله في اعمال رائعه ونحضرها على خشبه المسرح وكذلك تحياتنا الى كل الفنانين الذين يشاهدوننا وكرر الزياره ان شاء الله نقول ايضا للساده المشاهدين شكرا على مصاحبتكم لنا في حوار النجوم وعذرا للاخ هادي اعتقد يمكن شويه انفعلت معه ولكن الاخ هادي وكل الاخوان الذين يتصلون بها بنا هذا برنامجكم واهلا بكم وباقتراحاتكم بارائكم بانتقاداتكم لنا لقاء ان احيانا الله ان شاء الله في الاسبوع القادم في حوار جديد مع نجم جديد وشكرا لضيفنا هذه الليله الاستاذ الفنان سمير غان شكرا